بطلتنا يانشي هي فتاة فقيرة بتشتغل عاملة توصيل في شركة صغيرة، عكس بطلنا ليو شاب وسيم وغني، كما انه هو اصغر رئيس تنفيذي لاشهر شركة. فبيبدأ احداث مسلسلنا لما بتكون بطلتنا يانشي رايحة لتوصل طلبيتها، وفجأة بتكون رح توقع بسبب سيارة بطلنا الفخمة وبتنزعج من طريقة سواقته. فلما بتوصل لتسلم الورود بتتفاجئ لما بتشوف السيارة يلي كانت رح تصدمها، بس ما بتعرف لمين هاي السيارة. ولما بتركب بالمصعد بتلتقي ببطلنا وبتلاحظ انه هذيك الورود يلي وصلتها عنده وبتضل تناظر فيه. فبيخاف ليو من الاماكن المغلقة، والشي الوحيد اللي بيتمناه انه يطلع من المصعد بسلام وامان بعد ما شاف الخبر انه في مصعد تعطل في احد الشركة. وهو رايح للبيت بيطردوه مجموعة من الاشخاص، وعشان يضيعهم بغير اتجاهه، ولسوء حظه مكابح سيارته بتتعطل وما بيقدر يسيطر عليها وبيقع في المي وبينجو بأعجوبة وبيخرج ليطلب المساعدة. فبسبب حظه السيء بتصدمه يانشي بالغلط وبيفقد الوعي، فبتضطر انها تاخده للمستشفى. وبينتشر اخبار عليه في كل مكان، واول ما بيشوف ابوه الخبر بيغمى عليه. فاول ما بيصحى بيقرر يتصل بالشرطة ليبلغ عليها، لكنها بتترجاه انه ما يسوي هيك وبتوعده انها رح تدفع كل تكاليف علاجه. بتعرف من الطبيب انه هو فقد ذاكرته ولازم يضل في المستشفى، فما بتقدر تدفع لانها مفلسة، فبتحاول تقنعه انها رح تصير ممرضته، وعشان يوافق بتكذب عليه انه بيتها فخم وكتير مريح. فاول ما بيشوفه بيفكروا بيت مسكون وملابسها في كل مكان، فبيقرر ينام على الكنباية وبيبدأ يتصرف بغرابة وبيفتكر انه المروحة رح توقع عليه. وبتحاول بطلتنا انها تهديه، وكل يوم بيسوي مشكلة جديدة. اولها كان رح يحرق البيت كله لانه ما عرف كيف يشغل الميكروويف، وكمان كسر مشروبات في المحل، وبتزعجها تصرفاته وبيجبرها تدفع عوضه. فبيروح ليستحم وبيصرخ لما بيشوف صرصور، وبتضل تضحك عليه وبتخوفه انه رح يهجم عليه الصرصور في الليل لو ما نام، وبيضل مستيقظ طول الليل، وعشان ما يخاف بتقرر تشتري له مبيدات حجرية وبيلحقها، وهو بيختار اغلى منتوج وهي بتختار المنتوج الارخص، وفي الاخير بتضطر انها تشتري اغلى واحد. وبيجي دور ليو لينتقم وبيسوي لها خلفية صراصير في جوالها، بس خطته بتفشل لأنها ما بتخاف منهم أصلا. الموظفين اللي بيشتغلوا في شركته بيفكروا إنه ليو مات، وحتى الصحافة كمان. فليو بيشوف الأخبار بس ما بيهتم للموضوع، عكس يانشي اللي بتجتهد كل يوم لتلاقي عيلته وبيسألها ليش بتصوروا. في الأول ما بيعرف بالسبب، فبياخد جوالها وبيتاجروا مع بعض. وبتخاف لما بتنقطع الكهرباء وبيحاول يهديها، وبيرجع لها هاتفها وبيقول لها لو بدها مساعدة لازم تخبره، بس هي بترفض مساعدته. فبكرة بيكسر الحنفية وبيتحول البيت لمسبح. فلما بيشوف في المي بيخاف من المي بسبب أخوه الغالي الحقيقي يلي كان بيتنمر عليه وخوفه من المي. المي بيزداد شوي شوي. بتمنى انكم تشتركوا في قناة اخي ملخصات ساكاي، رح اترككم رابط القناة في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. بتمنى انكم تروحوا وتشتركوا فيها لو كنتوا بتحبوني، وانا بحبكم كتير كتير، وان شاء الله خلينا نوصلوا لل 15,000 متابع باسرع سرعة. فبتنصدم يان لما بتشوف انه بيتها بيغرق، وبتعصب عليه كتير، وبتهدأ لما بتعرف انه عنده فوبيا من صوت المي، وبتعطيه السماعات عشان يهدأ شوي. وبتبدأ مشاعره تتحرك اتجاهها وبيضل يناظر فيها طول الوقت، كما انه بيسوي حركات رومانسية يلي تعلمها من مسلسل سكرتيرة كيم ليتقرب منها، بس بيخجل منها وما بيقدر. وعلى فكرة رح تلاقوا ملخص مسلسل السكرتيرة كيم في قناتي، تكلكم كل روابطهم في اول تعليق مثبت وكمان في صندوق الوصف.
فلما بيجي للمستشفى بيعترف للممرضة إنها حبيبته وبيضل يضحك لما بيشوفها. فلما بتلاحظ إنه تصرفاته غريبة بتسأل الطبيب عليه وبيقول لها إنه صحته منيحة. ولما بيرجعوا للبيت بيطلب منها تساعده عشان يستحم وبيتظاهر إنه مريض، وبعد تفكير طويل بتوافق وبالغلط بتلمسه وبيصير وجهها أحمر بالخجل، فبيطلب منها تمسك له إيده لينهض وعن طريق الخطأ بيسحبها لعنده. وبعد هالحادث ما بيقدروا يشوفوا في بعض أو حتى يتكلموا مع بعض لأنهم خجلانين من بعض. وبتبدأ ترسم قصتها وبترسم نفس المشهد يلي صار معها، بس فجأة بتشعر بالأسف لأنها استخدمته واستغلته عشان ترسم قصتها، وبيلاقي حاسوبها وبيحب رسمتها كتير. فبكرة بيوصلها رئيسها في الشركة وبيكون معجب بيها وبيعترف بحبه لإلها، بس للأسف هي بترفضه وبتخبره إنه عندها حبيب وبالصدفة بيشوفهم مع بعض. فلما بترجع بيعطيها التذكرة للسينما لتروح معاه، فبتوافق إنها تروح معاه. فبيروح هو الأول وبيضل ينتظرها، بس بتتأخر عليها بسبب عندها كتير شغل في الشركة وبتنسى الموعد. وبعدها بتشوف الساعة وبتتذكره وبترجع للبيت وبتضل تنادي عليه بس ما بيرد عليها، وكمان ما أنه موجود. فبتقرر إنها تروح للسينما وبتلاقيه لوحده جالس وحزين، فعشان تواسيها بتوعده إنها رح تشتري تذكرة لفيلم تاني. وفي النهاية بيشاهدوا الفيلم مع بعض وبيكونوا مرة مبسوطين، ولأول مرة بيقول لها تصبحي على خير قبل ما تروح تنام. واليوم اللي بعده لما بتصحى ما بتلاقيه، وبتعرف انه لما خبرها تصبحي على خير بيعني انه بده يودعها، وبسبب تفكيرها الطويل فيه بيوبخها رئيسها في الشركة وبتقلق ان يكون صار معه شيء خطير، فبتروح لتدور عليه في كل مكان حرفيا. وطلع بطلنا بيكذب وما انه مصاب بفقدان الذاكرة، وفي الاول كان بده بس يعرف مين هي يانشي وشو علاقتها بابوه، فلهيك كان بس بده يتقرب منها عشان في اشاعة بتقول انه يانشي ابنة ابوه. وبعد ما عاش معها طول هالمدة بيعرف وبيتأكد انها مانها الابنة ابوه ومانها اخته، فبيحس بالراحة لما بيعرف بالحقيقة. وهو بيحكي مع صديقه في الهاتف بيشوفها وهي خايفة وبتدور عليه، كما انها سألت كل شخص مر قدامها، فبيضل يراقبها من بعيد وبيلحقها من دون ما تشوفه، فبتتعب وبيظهر قدامها وبترتاح اخيرا لانها لقته، وبيسحبها وبتشعر بالحرج. فبتتظاهر يانشي انها ما بتهتم لإله، وفي الحقيقة هي ما قدرت تنام لأيام لانها كانت بتفكر فيه كل يوم حرفيا. تصرفات ليو تغيرت، فالحين ضل بيساعدها في أمور البيت مثل يطبخ لإلها، واشترى أجهزة منزلية جديدة كمان، واشترى كمبيوتر غالي. فلما بتسأله من وين جاب كل هالمصاري بيخبرها إنه كان في خصم فلهيك اشتراهم، وبيفرجيها بطاقته البنكية، فما بتصدق حكيه بس بتكون مرة سعيدة. واليوم اللي بعده بدل رئيسها يتقرب منها ويتكلم معها، وبيعرف الموظفين انه عندها حبيب، فلهيك بيخططوا في خطة ليقنعوها عشان تتركهم يروحوا معها لبيتها عشان يشوفوه. فبترسل له رسالة ليختبئ او ليغادر البيت لانه اصدقائها رح يجوا معها. فبدل ما بيختبئ بيجهز الاكل وبيزين البيت، وبتنصدم المسكينة منه. مو هيك وبس، وبيعترف انه هو حبيبها قدام الكل وانهم بيعيشوا مع بعض، وبتحزن على المصاري اللي انفقهم، وبيطور برنامج الرسم لإلها، فهو بيعرف انها بتحب الرسم وبتستعجب كيف بيعرف بكل هالاشياء. فجأة بتجي صديقتها يويو بدون ما تخبر يانشي، وبتتفاجأ كمان كيف بعيشوا مع بعض وما بتفهم شو بيصير. فبتسألها على علاقتها بليو، فبتخبرها انهم مجرد اصدقاء ومو اكتر من هيك، وبدها تتحمل المسؤولية لانها ضربته بدراجتها في هداك اليوم. فبتطلب صديقتها انها تقنع ليو عشان يتظاهر انه حبيبها قدام ابوها لانه في مشاكل بيناتهم، فبتخبره بالموضوع وبيوافق عشان يساعد صديقتها، وهالشي يلي تركها تغار أكتر عليه.
بعد ما التقوا بأبوها بدلت تناظر فيه وبتشرب لحتى نامت، ومن خلال تصرفاته بتعرف يويو إنه هو معجب بيها وبيهتم لإلها، فبتوصلهم للبيت وبتقول له وهي بتضحك إنه هو حبيبها وما رح تتخلى عليه، فبيفرح ليو كتير. بس في الصبح بيطلب منها تخبره شو قالت لإله البارح، بس هي ما بتتذكر ولا شيء. بعد ما اعترف ليو قدام رئيسها انه هو حبيبها، بيعترض رئيسها طريقها وبيعصب كيف رفضته واختارت ليو عوضه، وبيضل يصرخ عليها وهو بيقترب منها اكتر واكتر، فبتخاف وبتتذكر لما امها قفزت من اعلى المبنى وبتبدأ ترتجف، فبيجي ليو وبينقذها منه وبياخذها للبيت. فلما بتصحى بيطلب منها تستقيل وانه رح يساعدها ماديا، ولكن بتكتشف انه البارح استخدم مصاريها ليدفع للتاكسي. بعد تفكير طويل بترجع لعملها وبتتفاجئ كيف الكل بيعاملها بلطف، ومكتبها بتلاقيه مليان هدايا، فبتعرف انه رئيسها تم طرده من الشركة. فلما بترجع بتخبر بطلنا بكل شيء يلي صار معها في الشركة، فبيتضح انه بطلنا اشترى شركة التوصيل عشان يطرد مديرها السيء، بعد ما عاشوا مع بعض لمدة طويلة بقرر يعترف بمشاعره تجاهها، بس هي بتسب كله تمه وما بيعرف ليش اعطته الايس كريم. فجأة ومع مرور الوقت بيقلق عليها اكتر لانها ما بترجع للبيت بكير، وطلع رئيسها السابق خطفها، فبيجي للمكان اللي اخذها فيه وبيتاجر معه، وبسبب اللكمات بيفقد الوعي. بس لحسن الحظ بتجي مساعدته وبتساعدهم، وفضولها بيدفعها لتسأل مين هي، بس هي بتقول لها انهم مجرد اصدقاء ومو اكتر من هيك. فبيتكلم ليو بجدية معه وبيقول لها انه من اليوم رايح ما رح يأديها اي شخص، وبيوعدها بهالشي، وبعدها بيحل المشاكل شركته. فبتنزعج لما بتشوفه بيتكلم كل يوم مع مساعدته، وشافته بالصدفة وهو حامل الورود ومساعدته معه كمان، فبتعصب كتير. بس كل تفكيرها غلط، هما بس بيتناقشوا في أمور الشركة، أما أخوه بيفكروا معت وبيحاول ياخد منصبه، بس بينصدموا لما بيشوفوا إنه لساته عايش، وبيعصب كتير. وبطلتنا بتضل تفكر فيه وهي منزعجة منه، بس بتشتاق لوجوده في البيت معها، فبتجي للأماكن اللي راحوا مع بعض لإلها، وليو كمان بيشتاق لإلها. وكل الأماكن اللي كانت مظلمة بطلنا بيسوي فيها مصابيح عشانها، وهي بتشتغل بيجي أخوها المتبني وبتضل تلتقي بيه، وبيعرف ليو بالسالفة وبيزعج لدرجة بيكلف مساعدته لتعرف مين هو بالضبط. وفي الليل بتشوف إعلان توظيف كاتبة مانجا، معناها كاتبة ورسامة قصص، وبيطلبوا معجبينها منها عشان تشارك. وبعد أسبوع بتلاقي إنه تم توظيفها وبتفرح كتير، وفي نفس الوقت بتتصل والدتها بالتبني لتعزمها لحفل عيد ميلادها، وبتوافق وبتروح، والكل بيحب فستانها، وكمان عائلة بطلنا بيكونوا موجودين هنيك، وأبوها بالتبني بيكرهها وما بيطيقها أبداً. وليو بيعرف معلومات عن أخوها بالتبني وبيخاف عشان يأخذ مكانه، وبيعرف إنها في الحفل وبيجهز حاله، وبيجي وبيعرفها عن نفسه وإنه هو رئيس شركة، فبيقول لها ترقص معه بس بترفض وبتفضل ترقص مع أخوه، فبيقول لها إنه أب ليو كان صديق أبوها، وأب بطلنا أعطى أسهم شركة لإلها، وإنه ليو اتقرب منها عشان يأخذ الأسهم وبس ومش أكتر من هيك. وصديقتها اللي بتكرهها كتير بتسكب عليها العصير، فبيقلق أخوها وبطلنا عليها، بس أبوها بلومها هي وبيسبها وبدافع عليها بطلنا، فبتحاول إنها تحل معها المشكلة بس بتدفعها وبيغمى عليها، فبيدور عليها وبيلاقي مكانها وأخوها بيطلب منه عشان يعطيها إياه، بس هو بيرفض وبيجيبها للمستشفى، ولما بتنهض بترفض عشان تتكلم معه لأنه ليو كذب عليها والظاهر إنه فقد الذاكرة، فبيقول لها إنه هو ما اتدهر وإنه هو بيحبها، فبيحاول يتركها في المستشفى لأيام لترتاح، بس هي بتفضل تهرب، ولما بيرجع بتكون راحت، وبيفكر إنها رح تكون في البيت، ولما بيوصل أخوها بيفتح له الباب، ولكن أخوها بيقول له عشان ينقلع من هون،
فبيقول له إنه كانوا بيعيشوا مع بعض، فلما بتشوفه بتتجنبه وما بتعبر وجوده إطلاقا، وبتعزم أخوها ليأكل معها الأكل، فبيحاول يكلمها بس هي بترفضه وبعدها بيروح. فبيطلب منها أخوها عشان تحكي له شو صار معهم، بس هي بترفض إنها تحكي شيء. فلما بتكون لوحدها بتفكر فيه وبيرسل لها الشربة لتاكلها، ولأنها جوعانة بتخلصها بسرعة. كما إنه بيتم طردها من البيت، بس لحسن حظها أخوها بيقترح عليها عشان تعيش معه، فبتوافق تضل مؤقتا وبيعرف بطلنا بالموضوع، فلهيك بيقرر عشان يشتري بيت قدام بيته عشان يضل يراقبها، فبيخطط عشان يشوفها بدون ما يكون معها أخوها لأنه بيمنعه عشان يقابلها، وعشان يشوفها بيرسل لها رسالة في البريد عشان تفتح الباب، بس هي ما بتقبل عشان تتكلم معه، بس مع هيك ما بيفقد الأمل، فبيتقرب منها ليتأسف وبيقبلها. وبتوقع الملعقة عليه وبيشوفها أخوها وبيضربه وبتعصب منه لأنه ضرب ليو، وطلع كل ده هو مجرد خطة عشان يعرف لو هي بتخاف عليه أو لا. وفي الليل بتتردد وما بتعرف لو تتصل به أو لا، أما هو بيضل ينتظر مكالمتها، فلهيك بيتصل هو بس ما بترد عليه، وبيرسل لها الأكل صنعه بنفسه، بس أخوها بيكبه في الزبالة، فبيلتقي بها وهي بتتجر مع أخوه، وبيسحبها معه للسيارة، وبيعترف بمشاعره تجاهها، وبيقول لها عشان تعيش معه، ولكن هي بترفض وبتفضل أخوها عليه، وعشان إنه وصلها للبيت بتسأله كم أجرة توصيلها. فبتفكر انه ارسل لها الرمز عشان تدفع، بس هو ارسل لها قلوب كتيرة وبتبتسم، وبتعرف ان اخوه فعلا بيحبها وبيتصالحوا وبياخدها معه لعند امه، فبترحب بيها، بس اختها بنت مني بتستهزئ من شكلها ولانها ما تخرجت من الجامعة زيها، وبتتفاخر باللوحة اللي رسمتها قدام الكل، ومن خلال كلامهم بيعرف ليو انهم بيكرهوا بعض، بس أبوه بيعاملها بلطف وبيقول لها إنه كان بيدور عليها من زمان ليعطيها الأسهم في الشركة، بس هي بترفض عشان تقبل عرضه لأنها ما بتهتم بمصاريهم. وبكرة بيفاجئها بمفاجأة في الحديقة، وبيكون أبوه بيراقبهم وهو بيضحك، ومفاجأته لا تنتهي، فبيشتري لها بيتها القديم وكل شيء ضل في مكانه. فبيعرف أخوها إنهم بيتواعدوا وبيوعدوا إنه رح يهتم بيها، وبيضلوا يلتقوا كل يوم، وبتكون مرة سعيدة معه، بس موظفينه يلي في الشركة بيضلوا يتكلموا على بطلتنا بالسوء وإنها استخدمت ليو عشان تتوظف في الشركة. فبتجي لتسأله وبيقول لها إنه فعلا هو يلي وظفها لأنه حلمها عشان تصير كاتبة القصص الرومانسية، وبتعصب منه. فبترسل لها صديقتها يلي بتكرهها لوكيشن أو عنوان لمكان عشان يتقابلوا فيه ليتصالحوا، وبيكون هذاك المكان خطير مرة، فلهيك بيلحقها ليو وبيأخذها للسيارة، بس فجأة بتضل تمطر وبيخلص وقود سيارته، فبيضطروا عشان ياخدوا فندق ليضلوا فيه الليلة، وبعدين يغادروا المكان وبيلاقوا بس غرفة واحدة فارغة في الأوتيل كله، وبياخدوها وبيقول لها إنه هو رح ينام على الأرض وهي تنام على السرير، وهو نايم بيشوف صرصور وبيخاف منه وبينام جنبها، وبالأخير بيتأسف منها لأنه كان بس بيشوفها مبسوطة في الشغل يلي بتحبه، وبيقبلها، وأخوها بيلتقي بليو وبيخبره بكل اللي صار عشان يغار منهم. واليوم اللي بعده بتشوف علامة حمرة على رقبته وما بتقدر تسأله، فبيجي أخوها ليرجعها معه للبيت، بس هي بتفضل عشان تروح مع بطلنا، ولكن بيضطر عشان يركب معهم بحجة إنه ما ضل معه مصاري عشان ياخد تاكسي. يانشي بتضل تدور على وظيفة جديدة، وبتشجعها صديقتها وبتتحمس أكتر لتلاقي شغل، ومع إنها ما لقت وظيفة اليوم بتضل مبتسمة لأنه ليو أرسل لها أكلتها المفضلة. فبيوقع ليو في المشكلة بسبب أخت بطلتنا،
خططت تتقرب منه عشان تنشر صورها معه في كل مواقع التواصل الاجتماعي. لا تغار يانشي ثم يتصل ليو بها عشان يشرح لها السالفة، ولكن بيكون هاتفها مسكر، وعشان ما تضل زعلانة بتجي للبحر وبيجي لعندها رغم انه عنده فوبيا من البحر، وبتقول له يروح من هون، وهو بيغمى عليه وبياخده للمستشفى، ولما بيستيقظ بتكون نايمة جنبه. فما يشرح لها السالفة انه اخوه لما كان صغير دفعه في المسبح وما قدر يسبح، ومن هداك اليوم وهو بيخاف من المي، بس بيقول لها انه لما بيكون معها ما بيخاف، وبيرجعوا للبيت مع بعض وبيكونوا مرة مبسوطين. وبتلاقي بطلتنا شغل جديد في شركة صغيرة وبيعرف ليو بالخبر وبيضل يزورها كل يوم، وكما انه بيعطيها جهاز ليذكرها بجدول عملها، فبتفرح لما بتعرف انه رح يسووا فيلم مبني على القصة اللي كتبتها، وبيشوفها وهي كيف مبسوطة وبيعزمها للتخييم معه، وبيقرروا اصدقائها يروحوا معها، وبيشتروا الأكل من البقالة وبيوصلوا للتخييم، فبيطلب منها عشان يساعدها، بس هي بترفض وبتخبره إنه خيمتها قوية وما رح توقع، بس فجأة بتوقع عليهم وبيساعدوها أصدقائها ليطلعوا منها، فبيقرروا عشان يبنوا خيمة بعيدة من خيمة أصدقائهم عشان ما يزعجوهم. وهم بيرقموا النجوم بتبدأ تمطر، فلهيك بيرجعوا للبيت وبتلاقي أخوها نايم في سيارته لأنه ضل الليل كله بينتظرها. وقصتها بتنتشر في كل مكان، فبتسوي مقابلة مع الصحفية لتتكلم على قصتها. مو هيك وبس، وصار عندها معجبين أكتر، والمفاجأة إنه مديرها ضاعف راتبها كمان، بس بدأت تتوتر بسبب كثرة الأشغال اللي عليها. والرسمة الجديدة يلي حددتها أو يلي رسمتها آخر فترة غضبوا كل معجبينها، فلهيك بقرر عشان يوسيها ويشجعها وإنها ما تفقد الأمل رغم إنه شركته كمان بتمر في المشاكل، وأبوها بيخطط ليدمر شركته، وأختها بتستغل هالفرصة لتسبره عشان يتزوجها، وفي المقابل رح تساعده في مشكلته، وعشان تتقرب منه بتظهر إنها وقعت، وللأسف بتشوفهم يانشي مع بعض، وبيشرح لها السالفة وإنه ما في أي علاقة بيناتهم. بكرة كل شيء بيتغير لما صديقتها وأخوها بيشوفوا أعلان خطوبته من أخت البطلة، فمعصب أخوها لأنه بيفكر إنه بطلة كان بيستغل أخته ويضيع وقتها ومو أكتر من هيك، بس هو بيخبره إنه ما عنده حق ليتدخل في حياته الشخصية. ورغم كل هيك ولأنه بطلتنا قلبها لطيف بتوقف يانشي مع ليو لأنه هالأيام محبط بسبب المشاكل الشركة يلي ما بتخلص، فلهيك بتحضروا معها للملاهي الألعاب ليغير الجو ويستمتعوا مع بعض، بس لما بيخلصوا ما بيقدر يتفارق عنها، فبتلاقي يانشي حل مشكلة شركته، فبتخطر في باله فكرة ذكية وبيتصل بمساعده ليسووا اجتماع ليواجهوا المشكلة. أما أب بطلنا بيقبضوا عليه الشرطة بتهمة سرقة أفكار شركة بطلنا، وبعدها شركة بطلنا بتصير أكتر شهرة، وعشان يحتفل بنجاحه بيجهز الأكل ليتعشى مع يانشي، بس بتخبر مساعدته إنها مو موجودة في البيت، فلهيك بيجي عند أخوها ليسأله وين هي، لكنه ما بيعرف وينها وبيعرف انها دفعت كل ديونها، فبيحس انها تركته وسافرت بسبب انه اختها خبرتها لو ضلت معه رح يخسر ليو شركته بسببها، وكل يوم ليو بيبكي عليها وبيصير مرة حزين. اما هي بتنتقل لبيت امها وبتتذكر ماضيها الحزين وبتبلش تبكي، وهي بترسم بتتكلم مع شخص غريب وبترسل له صورة لمكانها وبيكون هو بطلنا، وهي نايمة بتتذكر الشخص اللي كان رح يخطفها من لما كانت صغيرة، ولما بتصحى بتلاقي ليو وبتتسأل كيف عرف مكانها وبيعانقها، فبيعترف أبوها ليش بيكرهها لأنه بدون إنها سبب في موت أمها، وعشان تثبت براءتها بتدور على الحقيقة وشو الشيء اللي دفع أمها تنهي حياتها، فبيقرر ليو عشان يساعدها في الموضوع وبيطلب منها تضل معه في البيت، وبيجهز مفاجأة لإلها عشان يرحب بيها، واليوم ورا يوم حبهم لبعض بيكبر، كما انه بيعطيها الباسورد تبعها تفوح حسبه لتستخدمه مثل ما بدها ياه.
فلما بيشوفها بيكون بده يعانقها، بس هي بتصافحه رغم انها خبرته هيك. بدل بده يتقرب منها بس ما بيقدر، وبيتظاهر اكتر فبيفشل وبيناموا مع بعض. بكرة بتقدم عرض في شركته والاعضاء الاجتماع ما بيحبوا فكرتها، فبينهي ليو الاجتماع ليتكلم معها وبيطمنها ان كل شيء رح يكون بخير، وبيكون رح يقترب منها وبيدخلوا الموظفين فجأة. وفي البيت بيساعدها لترسم شخصية جديدة في قصتها، ولما بتجي للاجتماع وبتفرجي الأعضاء الشخصية الجديدة يلي رسمتها بيحبوها، وبيقرر يخبر الكل بعلاقتهم وبتحتفل بنجاحها في البيت. وبسبب رسمها بتكسب شركته كتير مصاري، وكم مكافأة لإلها بيطلعوا في موعد مع بعض. وصحة أبوها بتتدهور وبيدخل للمستشفى وبيكون مر الآن عليه. فبتظهر يويو يلي كانت صديقتها أيام الجامعة ويلي كانت بتكرهها لأنه بطلتنا كانت بتجيب علامات عالية عليها. وفي يوم في الغلط بتدفعها وبتتأدى ايدها، ومن هداك اليوم وهي بتكرهها وبتقرر تخطفها وبيجي لينقذها، بس صديقتها بتضربه وبيفقد وعيه. وبينقذوا اخوه في الوقت المناسب، فبيسألوا ليش انقذوا رغم انه هو بيكرهه، فبيتذكر لما كان صغير ابوه كان بفضل ليو عليه رغم انه هو الابن الاكبر، فبيرد عليه انه هو بغار منه بس وما بيقدر يأديه. وبيتصل فيها شخص مجهول بيقول لها انه ليو مخطوف. فبترجع للبيت وبتلاقي رسالة تهديد مكتوب عليها العنوان وبتخاف، ولما بتجي بسرعة بيطلع مسوي لها مفاجأة وبيهديها دراجة، فبتذكرها بذكرياته معه، فبتعرف انه كذب عليها وبيتأسف منها وبيقول لها انه هو مبسوط لانه التقى بيها، فبيطلب منها الزواج وبتوافق بسرعة وبيصير عندهم طفلين بنت وصبي. وهيك بيكون خلص مسلسلنا لليوم. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتسووا لايك للفيديو، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار أول ما ينزل الفيديو الجاي. وبس بحبكم كتير كتير، ونشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.